عمرك رديتي البال لولدك ولا بنتك ولا اخوك ولا اختك ولا فراسك فيك شي خصلات عارف باللي ما خدامينش ولكن ما كتقدرش تصلحهم، بحال انك ما كتقدرش تشد الصف او لا تستنى شي حد، تتحس بواحد الملل لا يطاق، اولا كتلقى راسك كتسراح وكتشرد بلا ما تحس. واش كتصعب عليك القرايه ديال الكتوبه وكتجيك ممله وكتحس براسك غريب قدام الناس اللي تيقراو كتشوف كيفاش كيقدروا يديروا ليها؟ واش تيقول لك الناس مالك صاحبي فيك الهضره بزاف مالك؟ واش كترد البال لولدك باللي ما كيقدرش يجلس ويركز، خاصو ديما يتحرك وكيتفرج في الرسوم المتحركه اللي تيعجبو وهو واقف مشقلب على راسو؟ عمرك رديتي البال فيك ولا في ولادك شي حاجه من هادشي اللي قلت لك؟ هاد الاعراض اولا بعضها الا كانوا فيك أو في الطفل ديالك يقدر احتمال كبير أنه يكون عندك اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط معروف بالـ ADHD. درت هذا الفيديو لسبب مهم واللي هو كمية العصر اللي كياكلوا الدراري الصغار بسبب القباحات اللي تيديروا، والآباء عن جهل حالة أطفالهم توصلوا لأنه العصر هو الحل الوحيد مع الطفل لأنه فعلا كيدير القباحات. شوف يدي هذه طراز ديال واحد كويب زلاق كواتني الوالدة الله يرحمها فاش كنت طفل صغير لأنه كنت كندير القباحات بزاف. الاعتقاد اللي كان عند الوالدة الله يرحمها أنه الأطفال الصغار اللي فيهم القباحات بزاف بحال اللي كانت فيا في الغالب تيكون ساكنهم شيطان وما يمكن يخرج الا لتكويب العافيه. ومازال لحد الان كاين اطفال كثار للاسف تياكلوا العصا ديال الصح اللي ما غاديش تقر فيهم او تصلح من حالتهم، اكثر من انها غادي تشكل لهم عقد اللي غادي تخلي احتمال الفشل ديالهم في الحياه ملي غادي يكبروا يكون كبير. تبعوني مزيان، هذا الفيديو راه مهم ليكم ولولادكم. وقبل نبداو بغيت نشكر ستيهيا سبونسور المميز لهذه الحلقه اللي تتوفر خدمه فندقيه عاليه الجوده باثمنه جد منافسه. اقامات السهير كاينين في كازا والرباط واكادير. علاش هذا السبونسور مميز؟ لانه علامه 100% مغربيه وراه شباب مغربي رائع في مده قصيره. قدره الخدمه اللي تيوفر تصدر تقييمات اعلى من اشهر الفنادق العالميه، وكتوفر اقامات وديزابار اوتيل بجوده عاليه كيف ما كتشوف التصاور، راه بحال التصاور بحال الواقع. وهذا الشيء بالزربه، حجز غير من السيت ديالهم وكتلقى فريق السير في استقبالك انت واسرتك وشوف بعينيك النقا والجوده اللي دويت لك عليهم. وهذه غير البدايه ان شاء الله، خدمتهم غادي توفر في مدن اخرى في المغرب وفي افريقيا، وفي المستقبل تقدر تكون اول شركه مغربيه كتوصل للعالميه في هذا المجال. السير قصه نجاح مغربيه بكل المقاييس. اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط واللي معروف بالـ ADHD هو واحد من الاضطرابات العصبية النمائية، واللي كنت دويت على واحد منها واللي هو الديسلكسي. فهاد الفيديو ممكن تدخل ليه من هنا في القناة واللي كنلقى واحد التفاعل كبير لأن بزاف الناس ما عارفينش هاد النوع ديال الاضطرابات. الـ ADHD تيكون عند الأطفال وحتى عند الناس كبار، ولكن تيبان بزاف عند الأطفال. في عام 2022 أكثر من 5 مليون طفل كتراوح أعمارهم ما بين 4 و17 عام تم التشخيص ديالهم بالـ ADHD في أمريكا، وتقريبا إصابة الذكور بهذا الاضطراب كتشكل ضعف على عدد الفتيات، يعني 2 ذكور مقابل أنثى واحدة. من سميتو تيبان أنه اللي مصاب بهذا الاضطراب تيكون صعيب عليه يركز وتتلقى فيه الحركة بزاف. حسب الجمعية الأمريكية للطب النفسي الاضطراب تيكون مزمن وترافق مولاه مدى الحياة وكيأثر عليه بشكل مباشر في حياته الدراسية والمهنية وحتى في العلاقات الاجتماعية ديالو، وهذا الشيء راه لا علاقة مع مستوى الذكاء الIQ. مول الاضطراب يقدر يكون ذكي، راه بزاف ديال العلماء عندهم هذا النوع ديال الاضطراب، كيف ما يقدر يكون مول هذا الاضطراب عنده ذكاء متوسط. يعني الاطفال اللي عندهم الاي دي اتش دي راه ماشي كساله او لا مكلخين، وانما ما تيقدروش، الامر يا فوق الطاقه ديالهم، القضيه كاينه في الاعصاب ديال الدماغ. دراسات داروا تبينوا باللي هذه المجموعه ديال المناطق في الدماغ واللي كيتسموا مجموعين مود ديفولت نيتورك، ملي تيكون الانسان ساهي ما مركزش في شي طاش معينه تتكون خدامه هذه المنطقه في الدماغ وناشطه، ولكن غير كيبدا خدام في شي حاجه اللي خاصها التركيز تيقل النشاط ديال هذه المنطقه في الدماغ. هادو الناس العاديين، الناس اللي عندهم اي دي اتش دي في حالات كثيره ملي تيكونوا خدامين على شي طاش اللي خاصها التركيز تتبقى هذه المنطقه ديال الديفولت نيتورك خدامه وما كيهبطش النشاط ديالها كيف ما عند الناس العاديين، وهذا الشيء اللي تيخلي انتباههم مشتت وما كيقدروش يركزوا في طاش محدده. وكاين واحد البلان اخر، الدماغ ديال الانسان كتفرز ليه ماده الدوبامين كل مره دار شي حاجه زوينه وكتسمى هذه العمليه نظام المكافأة. كليتي حلوة
كتفرز ماده الدوبامين، ترينيتي تتفرز الدوبامين، وللاسف تعاطي المخدرات حتى هو كيفرز الدوبامين اللي كيعطي احساس ديال الفرحه والنشاط. وهذا علاش الناس يوليو مدمنين بالمخدرات. واش شي هاد نظام مكافاه عند صحاب الاي دي اتش دي فيه مشكل؟ لي فرازات ديال الدوبامين والنورو ادرينالين عندهم كتكون قليله مقارنه مع شخص طبيعي ملي كيدير شي حاجه كتستحق المكافاه. وهذا علاش ما تيكونوش موتيفي بزاف د الحوايج وكتحس بيه دغيا كيمل. طبعا هادشي اللي قلنا لكم حسب اخر الابحاث اللي كاينين في هذا المجال، واللي منهم مجموعه من الدراسات اللي خدمنا بهم في هذا الفيديو. وهادشي ديال الاضطرابات ديال الدماغ راه فعلا معقد، والابحاث في هذا المجال كل مره تخرج وكتجدد. هاد الاضطراب متصنف انه اضطراب من عند الجمعيه الامريكيه للطب النفسي في عام 1968، وماشي كلشي في العالم واعي به. وفي نفس الوقت ماشي اي واحد يقول لك غير سمح لي اخويا راني ما مركزتش معانا في الاي دي اتش دي، لانه الانسان باش يتشخص انه عنده الاي دي اتش دي خاصو على الاقل يكونوا فيه 6 الاعراض اللي كان طفل وخمسه عند البالغين، والاعراض خاصو يبقاو على الاقل 6 شهور. خاصك تعرف بلي انه كاين ثلاثه الانواع ديال الاي دي اتش دي. النوع الاول كيتسمى الشارد، واللي مولاه فيه الاعراض ديال اولا عدم الانتباه للتفاصيل، وتدير شي اخطاء عندهم علاقه بالاهمال ماشي بعدم الفهم. بحال مثلا تتقول ليه كتب لي كره، كتلقاه كتب لك يرى، هو راه قاصد يكتب حرف الكاف ولكن ما تسوقش يكتبه مزيان، وانت قريتيه هي رقم جوج. كيكون عنده مشكل انه يبقى مركز على المهام والانشطه، بحال مثلا المحاضرات ولا الاجتماعات او القرايه لمده طويله وما كيقدرش. رقم ثلاثه ملي كتكون كدوي معاه كتحس بحال ما كيسمعش ليك، ساهي وماشي معاه، كينسى بشكل عجيب المهام اليوميه ديالو، بحال يقاد بيتنعس، ولا مثلا تيقول لك غادي نعاود نصون عليك وكينساك، اولا كينسى يخلص الفواتير ديالو الشهريه بحال الماء والضوء. وهادو غير بعض الاعراض، ادخل المصادر باش تعرف كلشي الاعراض. النوع الثاني ديال الاي دي اتش دي هو فرط النشاط والاندفاع. هاد النوع في اغلب المرات ما كيقدرش يبقى جالس في البلاصه اللي من المفروض انه يبقى جالس فيها بحال القسم ولا المدرسه، خاصو ينوض يتحرك. جوج الى كاع فرضا جلس كيبقى يحرك ويلعب بيديه وبرجليه، ولا يبقى يتململ بالكرسي بحال ماك. ثلاثة كيدوي بزاف كثر من القياس. أربعة كيلقى صعوبة كبيرة أنه يتسنى نوبته، بحال مثلا يتسنى النوبة في شي لعبة أو لا يشد الصف. وطبعا هادو غير بعض الأعراض كما لكن في المصادر. النوع الثالث ديال الاي دي اتش دي واللي كيتسمى المشترك، واللي مجموعين فيه النوعين بجوج، الشارد وفرط النشاط والاندفاع. وهذا النوع هو الأكثر شيوعا ستاج الوحش. كما قلت لكم باش يتم تشخيص الفرد بشي نوع من هذا الاضطراب خاص على الأقل يكونوا فيه 6 ديال الأعراض بالنسبة للأطفال وخمسة بالنسبة للبالغين لأكثر من 17 عام، وتكون بقات مستمرة على الأقل 6 شهور، ويكون هذا الشيء تأثر بشكل مباشر وسلبي على الحياة الاجتماعية والأكاديمية والمهنية للفرد. ورغم أن التشخيص يمكن يدار للواحد وهو كبير، ولكن بداية الاضطراب كتكون في مرحلة الطفولة. والتشخيص كيطلب مقابلة مع أخصائي نفسي أو بيدوبسيكياتر بالنسبة للأطفال، أو للنوروبيدياتر أو للنوروبسيكولوج. وباش يكون طريقه متقونه المقابله مع الطبيب كتكون بواحد السيبيان كيسيونير كيديروا الطبيب باش يجمع المعلومات على الشخص الا كان بالغ. هو فهاداك السيبيان كاين اسئله والاخر كيجاوب، ولكن عند الاطفال السيبيان كيجاوبوا عليه الوالدين ديالو والمعلمين ديالو في المدرسه. الا شكيتي في راسك او في ولدك عندكم هذا النوع من الاضطراب، قلب على شي اخصائي اللي تكون السمعه ديالو زوينه عزيز عليه الخدمه ديالته، لان هذا الشيء تيبغي بزاف ديال التعلم الذاتي باش يكون اخصائي حريفي ويقلع عليك هذا الاضطراب، لانه ممكن تغلط ليه مع حاجه اخرى بحال الاكتئاب. الا الاخصائي قال لك باللي راه عندك او عند الطفل ديالك هذا الاضطراب، فغادي يبدا معاك العلاج. كاين العلاج بالدواء والعلاج السلوكي. العلاج بالدواء هي جوج ديال المجموعات. المجموعه الاولى هي ادويه منشطه اللي كتحفز الجهاز العصبي، لانها كتزيد من مستويات الدوبامين والنورو ادرينالين، الشيء اللي كيساعد على تحسين الانتباه وتقليل فرط الحركه والاندفاع. اشهر انواع الادويه هو الريتالين واديرال. طبعا هذا الشيء كيكون تحت اشراف مختص للسيطره على الاعراض الجانبيه الى بانت. عاده ما كيكون هذا النوع ديال الادويه هو الخيار الاول، لانها كتخفض شده الاعراض عند اصحاب الاضطراب حوالي 70% عند البالغين، وما بين 70 حتى 80% عند الاطفال. مجموعة الثانية ديال الأدوية الغير المنشطة. هاد النوع كيتعطى إلى شي حد ما وافقوش النوع الأول، وكياخذ وقت أطول باش تبان الفعالية ديالو. واحد من أشهر الأدوية في هاد النوع هو ستراتيرا، وهذا كيحافظ على مستويات النورو أدرينالين في الدماغ عن طريق منع إعادة الامتصاص ديالو. وكاين أنواع أخرى ديال الأدوية كتخدم طرق أخرى، وطبعا مرة أخرى هاد الشيء ما كيتخاد إلا تحت إشراف مختص. النوع الآخر ديال العلاج هو العلاج السلوكي، وهنا تندويو على التربية، تدريب. الدماغ ديال الإنسان عنده
عنده واحد الميزة زوينة واللي هي الليونة العصبية. دماغك تتأدابط مع داك الشيء اللي كتولفه. فاش كتسوق أول مرة الطوموبيل كتجيك صعيبة، كتبقى معنكش ومعصب ومرول. مع المدة وانت كتسوق كتولي هاد العملية تديرها وانت ما مسوقش بشكل أكثر من أوتوماتيكي. صايق وكتشوف هنا خدام التليفون أوتوماتيكي وما كتحتاجش منك بزاف ديال التركيز. إوا راه نفس الشيء هو العلاج السلوكي. فهاد العلاج تيحاولوا يكادريو تشتت الانتباه اللي عند الأطفال، مثلا عن طريق أنه يدربوا على الروتين. الروتين بحالاش حياة اليومية، ملي تيفيق يطوي الفراش، يغسل السنان، فطر عاد باش لبس، ملي يدخل الدار حيصبط في الباب، نعس مع الوقت. هاد العيبات الروتينيين تيخليو دماغو يتكادرا وما يتشتتش. حاول تطور عند الطفل اللي عنده الاي دي اتش دي المهارات ديال تنظيم الوقت. خدم معاه يكتب جدول عمل ديال اليوم يكون واضح وسهل الوصول اليه. ديروا سو فورم ديال تشيك ليست وتكون المهام مرتبه حسب الاهميه من الاهم للمهم، وقسم المهام لاجزاء صغيره ممكن التحكم فيها وتكون سهله. قد ما سهلتي عليه قد ما مزيان. دير معاه الريورد شارت اللي نقدروا نسميوه جدول المكافئات. باختصار المكافاه كتوريها للطفل وكتقول ليه مثلا كمل واحد المهمه معينه غير تكملها غادي يعطيك هذه المكافاه. هذه الطريقه كتساهم في تحفيز الاطفال اللي كتشتت لهم الانتباه بسهوله وكتخليهم يركزوا باش ياخذوا ديك المكافاه، وهذا الشيء تيخليهم يكتسبوا مهارات جديده. في المدرسه خاصهم يخدموا معاه تدريبات اللي كتخدم معاه الوظائف التنفيذيه بحال الكبح واللي كتعني ضبط النفس ومقاومه الاغراءات والاندفاع. الدارجه يحبس راسه. وكيفاش كيخدموا معاه في المدرسه؟ مثلا المعلمه كتهز واحد اللوحه وكتقول الدراري اللي عنده هذا النوع ديال الاضطراب وانا هز اللوحه حاولوا ترسموا شنو كاين فيها، واللي غادي يكمل الرسمة غادي يعطيوه مكافأة مثلا صفقوا عليه. هاي كاينة مكافأة. هو اش كيدير الدري؟ كيتسنى المعلمة تهز ديك اللوحة وهو كيبدا يرسم كتهبط اللوحة. هو في ديك الوقيتة واللوحة هابطة تيبقى مركز. راه نورمالمون الإنسان اللي عنده الـ ADHD راه ما يقدرش يبقى مركز، غادي يبقى يدير هاه يتلوى، ولكن حيت هو اللوحة هابطة غادي تطلع على غفلة عاوتاني تيبقى رد البال، تيخدم على الكبح ما كيقدرش يتزايد، كيبقى رد البال باش ياخذ مكافأة. مع كتطلع عاوتاني اللوحة كيبدا عاوتاني يرسم. وهذا النوع ديال التدريب مع البلان ديال النيورون العصبي اللي قلت لكم تيخلي انه يكتسب مهارات جديده في دماغه، وبالتالي كيقدر يعاونه انه يتجاوز بزاف ديال المشاكل اللي تيكونوا عدد الناس اللي عندهم هذا النوع ديال الاضطراب. هذا العلاج اللي قلت لكم كامل راه خاصو يكون بلا عنف، لانه الطفل محتاج المساعده ديالك. عافاكم ما تزيدوش عليه. الجميل في هذا النوع ديال العلاج انه الوالدين ممكن تعلم بزاف ديال الحوايج والتقنيات والاستراتيجيات وتطبقها مع اولادهم باش يعاونوهم ويخلقوا لهم بيئه داعمه، وهذا الشيء غادي يكون واحد العلاقه زوينه بينكم كاباء وما بين الاطفال ديالكم، علاقه اللي تكون عامره بالحب. لانه الطفل في هذا لاج راه محتاج المساعده ديالك، راه الامر فوق طاقته، داك الشيء في دماغه محتاج المساعده ديالك ماشي العنف. وهذا الشيء طبعا راه ماشي سهل، الله يحسن العوان، ولا بد تقلب على المختص لانه المساعده ديالو غتعاونك توصل لنتائج فعاله ودغيا. وكاين بزاف ديال الباحثين اللي كيشوفوا باللي التامل حتى هو عنده واحد الاثر ايجابي على الناس اللي عندهم اي دي اتش دي وكيحسن الحاله ديالهم وكيعاونهم انهم يركزوا اكثر. ولكن السؤال اللي غادي نطرحه دابا، علاش اصلا كاين هذا الاضطراب في الدماغ؟ علاش؟ ايوا سيدي لحد الان ما كاينش سبب واضح تقول ها علاش كاين هذا الاضطراب، وانما كاين عوامل كثير اللي كترفع النسبه ديال الاصابه ديال الاضطراب. من اكثر العوامل اللي ذكرت الدراسات هي الولاده المبكره. الولاده الطبيعيه كتكون من بعد حمل تقريبا ديال 37 حتى 40 اسبوع، وقد ما كان عمر الحمل اقل كيزيد خطر الاصابه بالاضطراب نقص الانتباه وفرط الحركه. عامل اخر ستريس اللي على المراه فتره الحمل، هاد الستريس تيأثر على دماغ الجنين وتزيد فرص هاد الاضطراب واضطرابات اخرى. والستريس نيت هو احد اهم الاسباب في الولاده المبكره. مرحله ما قبل الولاده راه مرحله اساسيه في تكوين الطفل وبالتالي الانسان، لانه في هاد المرحله فين تيتشبكوا الخلايا ديال الدماغ. وهاد الفتره حساسه قد ما كانوا فيها تشبيكات كثار قد ما كان المولود عنده قابليه زوينه لتعلم اشياء كثيره، وبالتالي فرص نجاح في الحياه اكثر. راه مهمه بزاف هاد المرحله. وكاين العامل الوراثي والجينات. السنوات الطويله اللي تمت في البحث الجيني بينت ان الجينات عامل اساسي في اضطراب الاي دي اتش دي، وهذا الشيء بيناته الدراسات اللي دارت على التوام واللي وصلت نسبه الوراثه 74%. الى اخ فيه الاي دي اتش دي نسبه 74% غادي يكون الثاني عنده نفس الاضطراب. ويقدر يكون هذا الاضطراب بسبب الطفرات اللي كيوقعوا الوقيته فاش كيتشكل الجنين. البويضه ملي كتخصب مع الحيوان المنوي كتعطي خليه كتبدا تنقسم، هاد الطفرات يمكن لها تساهم في واحد الزياده ديال الاحتمال الاصابه بهذا الاضطراب. وهادو كاملين اللي قلنا لكم عوامل يقدروا
يسببوا هذا النوع ديال الاضطراب والجنين مازال في كرش امه. وكاين عوامل اخرى واللي داخله في العوامل البيئيه من بعد ما تولد الجنين، اللي مثلا ماده الرصاص. مجموعه ديال الدراسات اغلبهم بينوا انه كاين علاقه ما بين تعرض الشخص في الطفوله ديالو لماده الرصاص وهذا النوع ديال الاضطراب. ومادة الرصاص كاين في لعيبات كتير بحال شي انواع ديال الماكياج، واحد الانواع ديال الفخار والسيراميك، سيرتو هذيك اللي فيها تصاميم ملونه مرسومه باليد. وهي ليست ديال الاشياء اللي ممكن يكون فيها ماده الرصاص، ردوا البال ما تعرضوش الاطفال ليها. كاين بزاف ديال الحوايج ما تنردوش ليهم البال وتنتعاملوا معاهم عن جهل، وتسحب لينا هذاك هو التعامل الصحيح واللي كنكونوا للاسف ورثناه من ثقافتنا بلا ما نفكروا فيه. بحال المثل الشهير اللي كتقول العصا جايه من الجنه، اللي ماكلاها ما يتهنى. بالنسبه للاطفال العصا غتكون ليك شخص هش كله عقد وما قادرش يواجه الحياه. ولكن عنده شي نوع من هذه الاضطرابات النمائيه، راك انت غادي تكون لاحظتي باللي عمرها غادي تقر فيه، لانه الامر فوق طاقته. مسكين راه ماشي باغي يكون قبيح، راه عنده اضطراب في الدماغ. حنوا على ولادكم، راهم هما مغرب المستقبل.